الكل قاعدين تحت وعم يستنوكي، ليش ما نزلتي لتحت لهلأ؟ ساهر، ساهر حاسة ما بقى تفرق مع حدا منهم. إذا أنا حضرت الدعاء أو ما حضرت ما بتفرق. أختي ما في شي من هالحكي. أنا بعرف يا ساهر، أنا ما بقى دخلني بحياتك، حتى بهذا البيت ما في حدا عم يحترمني مثل الأول. هلأ صارت فدية مهمة بالنسبة لإلك أكتر مني. طلعي فيني، أنت ما بتثقي فيني يا أختي؟ يلا جاوبيني، أنا كم مرة قلتلك إنه ما في شي من هاد الحكي؟ ما حدا بهالبيت بيهمني أكتر منك أنت. أنت بتعرفي إنه ما حدا بياخد مكانك هون، بتعرفي إنه بحبك أكتر حدا بهالدنيا أختي. أنت ليش ما بتفكري بهاد الحكي؟ أنت ما عم تردي علي حتى. القصة مو هيك يا ساهر. أخي أنا ما بدي بس كون المسؤولة عن هذا البيت، أنا بتمنى أنه أخي الوحيد يلي ربيته من صغره، أخي أنا بدي يرجع يهتم فيني مثل أبي. أختي أنت بتهميني كتير، ليش ما عم تفهمي؟ لازم ننزل لتحت، بترجاكي الكل عم يستناكي تحت. يلا بس قبل ما ننزل تحكي لي ضحكة حلوة كرمالي. يلا الوقت المبارك رح يمر، صار لازم نبلش بالدعاء. فيك تبلش بالدعاء يا حكيم. اختي اجت، بكل الاحوال الدعاء ما بصير يبلش من دون اختي. ما فيني بدونها. اختي عادي هيك لازم تكون العلاقات بين الاخوات، لانه هذا الدعاء لازم يكون بحضور سيدة البيت. يلا تفضلي عادي مشان نبلش الدعاء فورا. فدية روحي عادي. أختي؟ أختي الحكيم قال لازم سيدة البيت، يعني كنتو، يعني اللي رح تقعد هي فدية. فدية يلا روحي. ساهر ايه؟ انا كل سنة اللي بعمل هذا الدعاء بالبيت. ايه صح، انا بعترف انه الاخت الكبيرة كانت تعمل هالدعاء، بس هلأ في كنة اجت على البيت. انا بعترف انت كنت تعمل الدعاء كل سنة، الاخت الكبيرة كانت تاخد مكان مرت الابن، بس بما انه صار في كنة لازم هي تعملها، واللي لازم يقوم بهالمهمة هي فدية.